جيني للخير خليني كعشايا لا تجيني شطار راح شراك يبان المغربي أصيل وممول في سعايا عالكرمة والأمان يبحث الإنسان جيني للخير خليني كعشايا لا تجيني شطار راح شرك يبان المغربي أصيل وممول في سعايا عالكرمة والأمان يبحث الإنسان غير دير الخير في ما لقيتي سير وانسى ويني حياني طماعي تلا لا تفكر فيه راك ما زلت تلقى عندها دابا في كريان رحامنا عند البرنوسي عندها مسكينة الماء في الراس عندها الماء في الراس والحيمة عندها الحمى فوق من المخ وديك الحمى كونت ليها الماء في الراس دابا مشات مسكينة للسبيطار وداك الشي عطوها قالوا هاد العملية ما كدارش في المغرب كدار فرنسا عطوها الدوفي في 31 مليون هادي غير كبداية ومسكينة رقدات عليها إيدها اليسرى ياك والعين وحدة ما بقاش كتشوف بها بصفة نهائية والعين الثانية شي شوية ما كتشوفش مزيان حنا دابا نيش كنصوروا معاها وانا اتصلت بيك وهي نيت السيدة معايا إلا كان إلا كاين شي محسن اللي يقدر مسكينة يعاونها هاد الدوسي ديالها واجب ديال العملية جيني للخير خليني كعشايا لا تجيني شيطان راح شرك يبان المغربي أصيل وممول بسعايا احنا جينا عند السيدة دريسيا اللي كتسكن في كريان أرحامنا اللي عندها الماء في الراس جينا نشوفوا هاد السيدة اللي عندها الماء في الراس كي دايره لاباس عليك الحمد لله شنو عندك شنو واقع لك انا عندي واحد الحمى في الراس كبيره كبيره بزاف وهي ضغط لي مع المخ دابا خصني ديك الحمى غادي العمليه ديالها ما كنتش في المغرب جريت عند الطبيب هنايا وما كتبوا لي البرواز بس سيفتهم من داك الكلينيك ما قدروش يديروا قالوا هما كيقول لك ما قادرينش يديروا هذه العمليه يعني المسرين ديالها ما كاينش انا ودابا خص هذيك العمليه ديك داك الشيء غادي يتحيد لحقاش هذاك ضغط لي مع المخ والمخ ضرب لي العين ضرب لي واحد العين طفات واحد العين المهم تأثرت حتى هي ودابا تشدت لي اليد وقالوا لي غادي تشد كثير غادي نشوف الحركات ولا ما درتيش نقدت راسك بهذه العمليه غادي نمشي حتى نشوف نهائيا ما تبقايش تشوفي غادي يقيس في العمل بحال ما تبقايش تشوفي والو وحتى الحركات غادي نمشي ودابا انا كنطلب خوتي المحسنين يتعاونوا معايا ويشوفوا من هذه الحاله والوليدات باقيين صغار ما كاين لا راجل علاش نتكا غير على الله والمحسنين هذا الشيء علاش كنتكا ونشوف ملي قلبو فيها الرحمه يشوف من هذه الحاله هذه ديالتي شنو كيقول لك الطبيب كي كل ما نقدر تشوف أنا ذاك مش كشوفنا يعني نشوف الحركات بس قيلة نزيد ولا تشوفي فعلا نشوف ذاك ينقص بزاف قلي إذا بخسك تنقضي راسك تدير هاد العملية ما بس يبقى لك شوية ديال الشبة دوت الأمل ديال الشبة خد ديال العملية راه شوف مشاء ما وغدك شوية بقيت بدات تشوفي بيه شوية تبع أنا ما كرهش تبع أنا البرغين قرغي هذا راسي ما كرهش هذا نبقى الوليدة تتعين أنا تبقى تعود الوليدة تتعين معي والحالة أنا واقفة بلا ما نعودك ما كاين لا سكن لا حتى شي حاجه والدراري راه بك بيت كريان كريان بيت والقضيه واقفه عندي ما كاين ما نعرفك فيها دابا صحتي ما يجي كيبدا لي الحريق في الراس ما كنهش وشوف ما بقيتش كنشوف بزاف دابا في الليل كثر الليل ما كنعتمدش على راسي الليل ما كنبقى نشوف والو دابا كنطلب من المحسنين زعما يتعاونوا معايا يشوفوا من جهتي غير في هاد العمليه نقد غير راسي غير نبقى نوقف بعدا ويبقى غير شويه ديال الضو نبقى نشوف غير فين نمشي ونجيب حتى شويه اما الشوف راه نقص قالوا لي المهم عندك واحد المحاوله ديال شويه المهم يبقى لك غير شويه ديال الشوف اما الا زعما ما درتيهاش من هنا زيدي غير شويه الشوف غادي يمشي لحقتي غير دابا تمسك غير فضلتها ودرت
مشيت عند الطبيب ديال الراس قال لي عطاني الارج الطبيب مشى ديال العين ولكن قال لي ما عندك حتى شي فائده لحقاش المرض جايك من الراس ما عندك واخا ديري كامطاط واخا مشى عند الطبيب ديال العين ما عندك ما غادي يديرك. انا كنسكن هنايا دابا في كارير الحمله وزعيا راه ما عنديش ما عندي لا على راجل علاش نتكا ولا على شي واحد علاش نتكا راه غير خواتاتي ثاني اللي هازيني وراه ما عنديش الحاله واقفه وما عندي حتى شي حاجه وكنطلب من الناس هاد المرض راه تاثر عليا بزاف راني ما كنعرفش اخوتي ولا حتى شي حاجه بغيتكم تعاونوا معايا غير نقد راسي من هذا المرض وما يمشيليش الشوف راه اغلى حاجه عندي هو الشوف انتم مجربين بغيت انا تعاونوا معايا نقد راسي من هذه الحاله هذه راه وكان عندي زعما الصحه راه واخا نعرف نمشي نطلب ونجيب لوليدي طاف ديال الخبز ولا نرجع لك سافين نخدم ولكن الصحه اللي كتجيب كلشي راه ما بقاتش انتم كتشوفوا انا بغيت غير نقد راسي باش ما نبقاش انا ضايعه وليداتي ضايعه والله يجازيهم بخير اللي دار شي خير الله يجازي الدنيا وخير هادشي اللي غادي نقول عندك شي تليفون فين تتصل بك المحسنين؟ عندك تليفون شنو الرقم ديالك قولي لي قول لي ولدي العاد قول حافظه ولدي التليفون ديال ماماك يلا قول 06 06 36 36 25 25 93 93 26 26 غير نتعالج الله يوقف معاهم ويشوفهم من هاد الوليدات هادو راه المرض اثر عليا بزاف وما عنديش جهد ديالو وكنطلب معاهم الله يجازيهم بخير يوقفوا معايا يعطيهم الدنيا والخير هادشي اللي غادي نقول لهم والله يجازيهم بخير والله يجازيهم بخير اللي ساعدني خير وما عندي باش نرد الله اللي غادي يخلصني هادشي اللي غادي نقول كنتمناو المحسنين ان شاء الله يسمعوا النداء ديالك ويعاونوك السيده الخادير الدريسيه راه محتاجه المساعده ديالكم بزاف خاصه في هذا الشهر المبارك ان شاء الله نتمناو يكون خير في جهاد الوليدات امين الله يجازيهم بخير ووقف معاهم حتى كانوا شهادات ووقف معاهم بخير والله يشفيك الله ويصير ولا حيله مع الله المغربي أصيل ومولى في سعايا على الكرامة والأمان يبحث الإنسان جيني للخير نخلي ليك عشايا لا تجيني شيطان راح شرك يبان المغربي أصيل